طيب ماك بن عمار قضيه وهميه كي القضايا نتاع شهداء الثوره. ماك بن عمار برئيس البيت روا نتاعو محكوم عليه من اجل السرقه متحمل مسؤوليتي، محكوم عليه من اجل اضرام النار عمدا، ومحكوم عليه في قضيه ما نحبش نسمي موضوعها شنو هو، ما عندها علاقه باللي صرح به، محكوم عليه قضائيا. وذاك الماك بن عمار راهو كان استاذ فرنسي في عهد قبل الثوره، وقع مش عزله مش عزله ما تعزلش، وقع ايقافه على النشاط نظرا لاضطرابته النفسيه. راهو المستشفى العسكري فيه شي شك في نزيه، مازال كي خرج تقرير قال عدم المسؤوليه الجزائيه، وراهو كي وقع الافراج عليه ما تسمعش المحامين هذول اللي نحكيو عليه، راهو افرج عليه لعدم المسؤوليه الجزائيه. وعلاش هو طلبوا الافراج ما طلبوش المحاكم؟ لانه الحكم كان سيؤدي للايواء، وهو راهو كان محكوم عليه بالايواء. مريض هو مريض، ما نعملوش من راجل الله يفرج عليه، ما نتلزوش نجبدوا له الملفات الشخصيه باش نكذبوا المحامين اللي يتبناوا في القضايا الوهميه والبوتلات المهميه. ما فهمش هذاك نسكروه الملف وان شاء الله ربي يفرج عليه.